بمناسبة عيد القديس لوقا البشير، احتفلت كنيسة الفادي الإنجيلية العربية بمطرانية القدس والشرق الأوسط في عمان بخدمة الشركة المقدسة وافتتاح المجمع الكنسي المقدس الذي عقد هذا العام بعنوان خدمة المصالحة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. وسط لقاء بهيج التقى خمسة من رؤساء أساقفة العالم الأنجليكاني والعالم الأسقفي في كل من فلسطين وكندا ونيوزيلندا وأستراليا وإيرلندا مع لفيف من الرعاة الذين جاءوا من فلسطين وسوريا ولبنان ومختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية ملبين نداء خدمة المصالحة التي تبناها المؤتمر كعنوان له هذا العام. لكي تكون دائماً مناراً للمصالحة والعدل والمحبة. وفي وسط هذه الأجواء احتفلت كنيسة الفادي الإنجيلية العربية بمطرانية القدس والشرق الأوسط في عمان بخدمة الشركة المقدسة وافتتاح المجمع الكنسي المقدس لهذا العام. حضر حفل الافتتاح رؤساء الأساقفة الضيوف بحضور رئيس الكنيسة اللوثرية في الأردن والشرق الأوسط المطران سني إبراهيم عازر. المميز في هذه الخدمة اليوم بوجود خمس رؤساء أساقفة من العالم الأنجليكاني العالم الأسقفي اللي هم من رئيس أساقفتنا في القدس والشرق الأوسط المطران سهيل دواني، رئيس أساقفة كندا، رئيس أساقفة نيوزيلندا، رئيس أساقفة أستراليا، ورئيس أساقفة إيرلندا. وسعداء أنه يكون معنا أيضا من الكنيسة الشقيقة الكنيسة اللوثرية مطران سني إبراهيم عازر رئيس الكنيسة اللوثرية في الأردن والشرق الأوسط، وأيضا كان في ممثل كنيسة كانتربري المطران موجود مع لفيف من إخوتنا وأخواتنا الرعاة اللي جاءوا من مناطق المطرانية الخمسة الأردن سوريا ولبنان وفلسطين. اليوم إحنا نفتتح هذه الخدمة بعنوان جديد نفعله في حياتنا اليومية خلال العام القادم، وهي خدمة المصالحة، ليكون لنا الحياة العملية لما علمنا يا رب يسوع المسيح عن المحبة وعن التصالح. فاليوم إحنا عندنا خدمة المصالحة ليكون لنا المغفرة مع بعضنا البعض والتسامح والمصالحة بين شعبنا وبين كنيستنا ومع أحبائنا. اليوم الافتتاح الرسمي وغدا الافتتاح الإداري بوجود جميع الضيوف الذين جاءونا تقريبا ممثلين عن العالم الأنجليكاني في معظمه. وبهذه المناسبة السنوية أقيمت صلاة احتفالية شاركت بها جموع من المؤمنين وعدد من القساوسة ورعايا الكنيسة القادمين من داخل وخارج المملكة، حيث رفعت الصلوات والطلبات بأن يحفظ الله الأردن ملكا وشعبا وأن يلتقي الجميع على المحبة والسلام والتآخي في أجواء تصالحية قائمة على المودة والتسامح. مجمعنا الكنسي لهذا العام والذي يجتمع تحت شعار خدمة المصالحة، ويسرنا أن يكون بيننا شركاء من العالم الأنجليكاني، من أغلب العالم الأنجليكاني معنا اليوم، كما يوجد معنا في ألمانيا للأمس وشركائنا في شلن، ودل على شيء فهذا يدل على الحضور القوي للكنيسة الأنجليكانية في القدس والشرق الأوسط والتي أصبحت من الكنائس التي تسير بالخدمة المتواضعة في مؤسساتها في كنائسها
في علاقاتها بالداخل والخارج. ونسأل الله أن يبارك على مسيرتنا، مسيرة هذا المجمع العامل لسنين طويلة. وليبلغكم لحياة أبدية لربنا يسوع المسيح.